وما طلعنا عليه وما هو كما قلت لكم عقلا وماديا كلها تؤكد أن الجريمة بشعة بجميع مقاييسها، بل أنه لم يصل الحال إلى 52. أنا أعتقد أنه 270 هؤلاء جرحى، الجرحى هؤلاء مصابين فيهم إصابة قاتلة، بعضهم في رأسه، وكانت أغلبيتها إصابات في الرأس، بعضها كانت في الصدر، بعضهم في مستشفيات، بعضهم في الخارج، لا زالت مأساة جمعة الكرامة إلى حتى الآن. ولذلك في حقائق كثيرة جدا لم تتاح الفرصة، بل في عفوا في زملائنا من كان قد طرحوا هذه في بعض القنوات في حينه وأوضحوها، وهي كثيرة جدا، لكن عدم وجود حيادية واستقلالية في القضاء أفقدتها، فلم تستطيع النيابة العامة أن يعني أن تتابعها وتقدم الجنة. طبعا كلنا كنا مدركين بأنها لن تستطيع ذلك، لن تستطيع ذلك، لكن كإجراء يعني حفظ للقضية وأدلتها وبعض أدلتها اضطرينا احنا كمحامون داخل الساحة أن نتابع القضية هذه ونقدم وكائل من بعض الجرحى وليس من أولياء الدم ونتابع القضية ونصورها ونتابعها بشكل جدي. بعض الدلائل والقرائن اللي ممكن أن نوحد دلائل كثيرة جدا كما قلت لكم، إضافة إلى ما سبق أن قلت لكم الأدلة السابقة، أيضا كان في اجتماعات يعني رجال يعني الأنصار النظام ويعني مسؤولين كبار في الأجهزة الأمنية والقضائية قبلها بيومين في قاعة من قاعة صنعاء، وكان في بشكل أنه ترتيب للجريمة وكأنه في بيناتهم البين عارفين بتكون في يوم الجمعة جريمة معينة، وذلك دخول الأسلحة إلى داخل الساحة وانتقالها إلى البيوت، وأيضا ترتب بعض أنصار النظام في بعض البيوت البعيدة استخدامهم لأسلحة ثقيلة وقناصات وكذا، هذه كلها كانت أدلة عقلية. أما المادية فكان في ملف القضية أدلة كثيرة جدا، بل من شهادة الشهود من أثبتوا وحضروا أمام النيابة العامة وأثبتوا بأنه كان يوم قبل يوم الواقعة في بيت ابن محافظ محافظة المحويت تم توزيع أسلحة وقناصات وفلوس وكذا، وكان يعني هذا ابن المحافظ كان يخرج إلى مكان آخر ويقول أنا معي الرئاسة انتظروني أنا أخرج أتكلم أنا معي الرئاسة، وأدلة وقرائن كثيرة جدا. حتى لو حصرنا الأشخاص الذي تم أخذ أقوالهم كانوا أغلبتهم من الرئاسة، كان في البحث الجنائي، كان في أماكن كثيرة. أيضا قبلها بيوم انسحب الأمن المركزي الذي كانوا حراسة على السور هذا، انسحبوا من المكان هذا، ويعني عند الواقعة جو ناس من الثمين وتحركت مجاميع عصابات من باب القاع من الستين من كذا، وأتوا من الثمين وكانوا يطلقون نار على من يطلع من فوق الجدار هذا ويقتلون واحد بعد واحد، وهذه بشهادة شهود في الحارة، ويتجهوا إلى سيارة كان فيها إحدى الضباط يضربوا للتحية وينصرفوا. هذه أدلة ومن الأدلة أيضا كثيرة جدا في ملف القضية، قلت لو كان هناك تحقيق بشكل محايد ويعني ومستقل أعتقد أني كانت الأدلة سريعة وبأسرع ما يمكن. بعيدا عن هذه الأدلة أقول أنه الأصل أن من له مصلحة من ارتكاب هذه الجريمة، لا يمكن أن ترتكب مثل هذه الجريمة ونحن نعرف في أي حال من الأحوال ما لم يكن النظام عالم بها، أجهزة أمنية مخابرات يعني عالمين بالجريمة 100%، وبذلك فالمسؤولية الجنائية الأصل أنها تترتب، وكان واجب على النيابة العامة أنها تترتب على القائمين بالجهاز الأمني، الجهاز الأمني والرئاسي وحتى رئيس الجمهورية، كان المفروض هؤلاء يحقق معهم إذا كان في مصر وهي واقعتين لم يعذر له أي شيء، أنا لم أعلم ولم أكن موجود لم أكن كذا ومحبوس الآن ويقدم محاكمة، في حين إحنا عندنا أكثر من 20 واقعة داخل أمانة العاصمة غير محافظة الجمهورية وكلها أجهزة أمنية وإطلاق نار، ولا يعقل أن تكون هؤلاء الذي في مراكز القوى لا يعلمون بها، لا يمكن أركان النظام لا يعلموا بها. بل من الأدلة وقد ثبتت كثيرة جدا أنهم يعني كانوا يحرضوا ويدفعوا المال، ولذلك أنا أقول يا أخي هذه الأدلة أستاذ متى تظهر للناس ويروا الناس أن هناك فلان وراء القضبان ويحاكم؟ ما فيش خلاف، طبعا الأدلة موجودة قلت كثير جدا، بل ويوجد شهود يعني استطعنا أن نتواصل معهم ويجوا عندنا قالوا إحنا في الوقت الحاضر لا نستطيع نقدم شهادتنا، من سيضمن لنا؟ النظام ماسك أجهزة الأمن كله وأجهزة الدولة كلها، في أدلة وفي أدلة أيضا مادية، نوع الأسلحة نوع أشياء كثيرة جدا، لكن الأهم
أنه النيابة العامة، إحنا كنا النيابة العامة لم تأخذ حقها في التحقيق، يعني لم تعطي القضية اهتمام ولا جدية. يعني كان الهدف من القضية برمتها بداية التحقيق أنه كيف أستعجل فيها وأجمع مجامع من الجيران ومن الناس ومن الآخرين وأقدم المحاكمة وأغطي القضية. يعني هذا هو الذي حصل بالنسبة للنيابة العامة، وهذا كان عامل الاستعجال أيضا ونقلها بسرعة وعدم وجود متخصصين في التحقيق وعدم التأني وعدم وجود استقلالية، كل هذا ساهمت في إجهاض القضية وحالتها إلى القضاء بشكلها هذا الأعوج الذي لا يصلح أن تكون قضية. هي الآن حتى أنه تم إجهاض القضية أو محاولة إخفاء القضية، كان أيضا محاولة إخفاء حدوثها من محاولة قتل أي مصور، يعني يحاول أن يصور الجريمة كان يقنص يتم قتله، وحتى لو كان في تلفونه الخاص للتصوير. لماذا كان يحاول إخفاء هذه القضية قتل المصورين؟ نعم، يعني أعتقد كثير من الناس شاهدوا مسألة الشخص الذي كان يصور بالهاتف وجاءته طلقة من خلف رأسه أو من أمام رأسه. جمال الشرعبي أيضا قتل وكانت الطلقة في وجهه مباشرة. يعني هم حاولوا أن يرحلوا هؤلاء الصحفيين أو يغلقوا مكاتب القنوات، أو وهم لا يدركون أن كل مواطن الآن أصبح صحفي بإمكانه أن ينقل ما حدث. وبالعكس يعني ما حدث في جمعة الكرامة أعتقد أنه أكثر الحالات توثيقا في اليمن الآن، يعني موجود الحالات، لحظات تفجير الرؤوس، لحظات نقلها، لحظات إطلاق النار من أولئك الأشخاص الذين اعتلوا. هناك لقطة أرد يعني مرورا باللقطات، وجود المدرعات خلف الجدار وقوات مكافحة الشغب. نعم، كانت هناك عربة تابعة للأمن المركزي، وأعتقد أيضا حتى أنها كانت تضخ ماء في تلك اللحظة، وموثق هذا الكلام بالكامل يعني بعد ما تم إحراق الإطارات كما ظهر. ويعني ربما لم نكن نعرف لماذا تم إحراق الإطارات في تلك المنطقة، لكن تكرم الأخ رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وأفصح أنها لكي تحجب رؤية هؤلاء الأشخاص عن القناصة، وكما ظهر في الفيديو المسجل لرئيس مجلس النواب، يعني هذا الفيديو الذي يفترض أن يكون أكبر قرينة وأكبر دليل لمحاكمة شخص حتى لو كان هناك قانون حصانة أو عفو أو ما شابه، لكن يكفي أن يعني يحترم الرجل نفسه على الأقل، وبعد أن ظهر هذا الفيديو وينسحب من الحياة السياسية أو يقدم استقالته، لأن الناس خلاص عرفت يعني الآن رئيس أكبر سلطة تشريعية في البلد كان مخطط لي جريمة جمعة الكرامة، هذا التسجيل واضح وليس فيه أي لبس لكي نغطي عليهم كما حدث مع صدام حسين كما يقول الرجل. يعني ثم بعد ذلك مسألة وجود عربة الأمن المركزي خلف هذه الإطارات التي كانت تحرق، يبدو قبل أيام أنا كنت هناك، كنت أغطي لقناة الجزيرة في أحد النشرات، كنت أغطي بشكل مباشر قبل جمعة الكرامة بيومين أعتقد أو ثلاثة أيام، كان القناصة يعتلون هذا المنزل تحديدا، منزل ابن محافظة محافظة المحويت، وأطلق نار وأنا أشاهد بيوم عيني والرجل يطلق النار من ذاك المنزل، وأصيب أحد الذين كانوا قريب مني وأصيب في خاصرته، وتم نقله وأخذت حتى صور لكل هذه المشاهد، والناس كانوا يصرخون من هناك يعني قبل أن يتم هدم السور أو الجدار في يوم جمعة الكرامة. يعني المنزل تم ترتيب له كأنه هذا المنزل سيكون لعمليات عسكرية، عمليات مسلحة، عمليات قنص، لكن صور المنزل قبل العملية والمسلحين فوقه، صور المنزل بعد في يوم جمعة الكرامة والناس يطلقون منه، صور بعض القناصة في منزل آخر وسط الساحة أو الذي هو بناية البنك أعتقد بنك الإنشاء والتعمير، يعني لم تكن الإطلاق من بيت واحد لكن من أكثر من منزل، يعني كما ذكر الأستاذ إسماعيل. يعني ماذا يعني السؤال هو مصلحة الناس هؤلاء الذين قال الرئيس السابق علي عبد الله صالح أنه يعني أبناء الحي يحاربون هؤلاء. طيب أنت عملوا حواجز في كل مكان، يعني يفترض أنه هذه لحصر مساحة امتداد الساحة، يعني إذن لماذا هاجمتهم إلى ما بعد السور؟
هناك أسئلة كثيرة، لماذا هوجموا ومن الـ يعني المتهم الأول؟ لأنه كثرت هناك أسئلة ابتداء بأنه الرئيس علي عبد الله صالح المخلوع علي عبد الله صالح ونظامه، أيضا انتهى مرورا بأنه الفرقة أولى مدرع بقيادة علي محسن، هناك أيضا أنهم الحوثيين، تكررت اتهامات عديدة في هذه الجريمة. أعرف منكم الإجابة، ولكن بعد هذا الفاصل أعزائي المشاهدين نأخذ هذا الفاصل ثم نعود لمناقشة الموضوع. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين مجددا، ونعود لمناقشة ما كنا بدأنا. كنت سألتك أستاذ قبل الفاصل أنه كثرت أسئلة أو توجيه التهم ابتداء بالرئيس علي عبد الله صالح إلى السابق، أيضا علي محسن، أيضا الحوثيين، هناك كثير من يخوض في أنه هناك متهمين كثر. من المتهم الأساسي؟ الواضح من خلال ما هو موجود في ملف القضية وما هو ثابت على الواقع، أنه لم يكن هناك في ذلك الوقت ظهور لا لعلي محسن ولا للحوثيين. الظاهر الأكيد أن النظام كان هو من لم يصلح في هذه الجريمة، وذلك هذه التسريبات حاولت القنوات اليمنية أن تسرب هذه المعلومة وتقول كذا وكذا حتى تبعد الشك عن النظام وعن أركان النظام وعن ما قاموا به. لكن الواقع العملي لا، لأن الواقع العملي والتصوير وكل حاجة بيؤكد بأنه حتى أن إطلاق النار كان من أماكن يعني المناصرين للرئيس علي عبد الله صالح، وكانوا في حينها يعني استخدموا جميع أنواع الأسلحة، وأيضا التراخي من قبل وزير الداخلية في عدم منعهم أو القبض. كان في ملف القضية نائب مدير أمن الأمانة بلغ وزير الداخلية بأن هناك حالة قتال في سور يعني المستشفى الإيراني، قال اتركوه ما لك مش داخل فيه. وفي أشياء كثيرة، ولذلك حتى النيابة العامة كانت بدأت تطلب قيادة الأمن المركزي، وطلبت نائب مدير الأمن المركزي، وكانت يعني اعتبارني بدأ في التحقيقات وتوقفت فجأة. فالواقع العملي أنه لا يوجد في ذلك الوقت أي أحد له يد، ولم يكن أحد، وهذه كلها تسريبات في القنوات الأخبارية. لأنه ما يؤكد ذلك أيضا ما جاء في وقعة سيتي مرت، أنه نزل الأمن المركزي وأشرف عليها قياديين وعملوا جريمتهم، ويعني استخدموا بأبشع أنواع العنف لرفع يعني الثوار من الساحة، وقتل في أثناها شخص، وجرح آلاف يعني مئات الشباب، وأيضا أصيبوا بغازات وما إلى ذلك. لذلك فالمصلحة الأولى والأخيرة هي للنظام، وليس لعلي محسن وليس للحوثيين. أستاذ غمدان، في تصريحات صحفية لبقايا نظام علي عبد الله صالح يقول أنه أهالي الحي الآن بدأوا بتشكيل لجنة لكشف ملفات تؤكد تورط اللواء علي محسن. في نظرك من الذي يطلب بكشف قضايا وملفات، أهالي الشهداء أم أهالي الحي؟ هذا في قناة أول مرة يعني يكون يعني أهالي الحي طبعا ليسوا متهمين أساسا، وليسوا مجرمين أيضا، يعني ليسوا مجرمين وليسوا متهمين، وليس لهم مصلحة في كشف من الذي ارتكب مجدرة جمعة الكرامة. يعني أعتقد أنه المعنيين بالدرجة الأولى هم أهالي القتلى، ثم هذا الجمهور العريض من الشباب.